السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ما المخاطر الكبرى التي تواجه مدينة القدس المحتلة في المنظور القريب؟ ما مستقبل المدينة في ضوء التحديات الحالية؟ ما أهم وسائل حمايتها والحفاظ على هويتها؟ وكيف يمكن إنقاذها من خلال خطة حماية وتحرير شاملة؟ وفي زهرة المدائن، المطعم السياحي في البلدة القديمة، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين اجتياح لبنان عام 82 و900 و1000، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. إن موازين القوى هي التي تحدد مصير القدس، ويبدو أن القوى المحلية والإقليمية والدولية ليست لصالح الطرف الفلسطيني في المدى المنظور، مما يعني أن الكيان الصهيوني سيعمل على توظيف خلل الموازين في القوى لصالحه بأكبر قدر ممكن، وسيعمل كذلك على تسريع قطف ثمار هذا الخلل كما حصل خلال الشهور الماضية. إن مواجهة المخاطر الحقيقية يستدعي استنفار جميع الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحفظ مقدساتها ودعم صمود أهلها. لكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه مع ضيفينا الكريمين، الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس الذي سينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار من مدينة القدس، ومع الأستاذ هشام يعقوب والذي سيكون معنا عبر الخط الهاتفي من بيروت، وهو رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في مدينة أو في مؤسسة القدس الدولية. دعونا نبدأ نقاشنا بعد متابعة هذا التقرير. عملت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 81 على دعم توجهات الاحتلال الصهيوني لاقتطاع مدينة القدس عن أي مفاوضات أو اتفاقيات مستقبلية، تحضيرا لمخططاتها الرامية إلى تهويد القدس وجعلها عاصمة للكيان. فأصدرت القرارات الخاصة بملاك المنازل بمنع الترميم وحرمان أصحاب المحلات التجارية من إصلاح محالهم وفرض الضرائب المرتفعة عليها وإغلاقها في المواسم السياحية، مرورا بالتهجير القسري لعشرات العائلات سنويا وفرض الأسماء العبرية على شوارع المدينة، وكذلك التعليم الإلزامي وفق مناهج وضعت بموافقة الاحتلال كمؤشرات واضحة إلى نوايا الاحتلال الصهيوني بإطباق قبضته على مدينة القدس كاملة.
هم يريدون اليهود أن تكون يهودية كاملة، لا تريد أن تكون مؤسسات وطنية تابعة للشعب الفلسطيني ومؤسسات تضم الشعب الفلسطيني، فطردوا التلفزيون الفلسطيني وطردوا كل المؤسسات حتى يعني تكون مدينة القدس مدينة يهودية، وهذه سياستهم وسياسة نتنياهو بالتحديد. وفي ظل استمرار نهج الاحتلال بتضييق الحال على سكان المدينة الفلسطينيين وتردي الخدمات المحلية كالمياه والكهرباء والبنى التحتية لمصارف الأمطار وإغراق أحياء المدينة بالمغتصبين الصهاينة وإحلالهم مساكن المواطنين الأصليين وعمليات القمع اليومية والاعتقالات التعسفية للشبان تضع المدينة ومقدساتها في مواجهة صعبة للمستقبل القريب الذي يشير إلى تفرد الاحتلال وسيطرته على مدينة القدس مستغلا الانشغالات العربية والضعف الغربي المتزامن مع الدعم الأمريكي المطلق لمواقف دولة الكيان. شهدنا لأهل القدس الوقفات الممتازة والرائعة والتي نجحوا من خلالها بالتصدي لسلطات الاحتلال والمستوطنين الخاصة بالتعدي على المسجد الأقصى، لكن لابد أن يكون هنالك مساندة لأهالي مدينة القدس، مساندة من داخل فلسطين من خارج فلسطين حتى فعلا يستطيعوا أن يقفوا في وجه هذا المحتل الغاصب. ووفق المعطيات الراشحة عن الوضع القائم في مدينة القدس فإن المقدسيين باتوا بحاجة إلى دعم سياسي ولوجستي مادي ومعنوي لضمان صمود في وجه عمليات التهويد والتهجير الممنهج، كما بات ملف القدس بحاجة إلى قرارات واضحة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المؤسسات الدولية القادرة على لجم هجمات العدو المسعورة على المدنيين في مدينة القدس ووقف أطماع العدو في تحويلها إلى عاصمة للكيان ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية التي صدرت بحق القدس تحرم وتجرم أي تغيير أو سيطرة للاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومباني سكان البلدة الأصليين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، إذن نحن نتحدث في هذا اليوم عن مستقبل مدينة القدس والمخاطر الحقيقية التي تحيط بهذه المدينة، وبعد كل ما تتعرض له المدينة الآن من مخاطر ومن مآسي في الحقيقة لا نعرف ماذا تبقى للمدينة من مخاطر كي تتحداها وتستقبلها. على كل الأحوال معنا لنقاش هذا الموضوع من القدس مباشرة الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس والأكاديمي أيضا في الجامعات الفلسطينية. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. الله يحييك دكتور. عندما نتكلم عن مخاطر تحيط بالقدس فإننا نراها بأم أعيننا اليوم، يعني تفريغ المدينة من سكانها، محاربة الاقتصاد المقدسي، تفريغ المدينة من المؤسسات الفلسطينية وكثير من الأشياء، يعني حتى تتعلق بهوية المدينة اعتبارها عاصمة لما يسمى بدولة إسرائيل وقضايا نقل السفارة الأمريكية، قضايا أخرى كثيرة. عن أي مدينة نتحدث؟ كيف تستطيع هذه المدينة أن تواجه كل هذه المخاطر الكبرى؟ نعم أخي، ما ترونه نحن نعيشه ميدانيا ونلمسه جسديا وماديا وصبيحة كل يوم وظهر كل يوم مساء كل يوم في الليل في النهار. 9 قطاعات في المدينة المقدسة تنتهك انتهاكا شديدا. 3 عناصر أساسية هي مكون المدينة تنتهك: الإنسان والعمران، الأرض والإنسان والعمران، يعني 3 عناصر أساسية تكون المدينة هي في دائرة الانتهاك، والانتهاك على 3 مستويات: تحت الأرض، فوق الأرض، وفي سماء الأرض. وما نخشاه أمام هذه الانتهاكات الصارخة والكبيرة جدا هو التغير الدراماتيكي الكبير جدا، ليس في الأسماء أو التفاصيل البسيطة، بل في إزالة إرث إنساني حافظ عليه الفلسطينيون 6000 عام. 19 طبقة أثرية يتم تدميرها بشكل ممنهج وإزالتها من الوجود. فعندما يزول هذا الاحتلال البغيض عن هذه الأرض المقدسة، وسوف يزول شاء أم أبا، سوف لن نجد آثارا للحضارة الإسلامية. وهذا تطبيق للنظرية الصهيونية التي قالوا فيها لو تم احتلال فلسطين والقدس من الصهاينة وكنت لازلت على قيد الحياة أترك فيها أثرا لغير اليهود. ولذلك يتم انتزاع الحضارة العربية الفلسطينية الكنعانية وأيضا الحضارة الإسلامية وإحلال حضارة مصطنعة في مكانها وتزييف حضارة في مكانها
ولهذا السبب نعم المدينة تسير نحو الهاوية، وتسير يوما بعد يوم من وضع سيء إلى وضع أشد سوءا، نعم. من وضع قاتم لأشد قتامة، والعالم يتفرج رغم أن هذه المدينة هي مدينة طيب. الأنبياء في كل الرسالات السماوية، ورغم أنها مدينة عربية وإسلامية. إحنا دكتور لما تتحدث حضرتك عن استهداف الأرض والعمران والإنسان واستهداف كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية في المدينة، هناك كما تعرف ثلاثة عناصر تحدد طبيعة هذه المعركة أو المواجهة التي تخوضها القدس وأهلها يعني بشكل مباشر مع الاحتلال، ومن خلفهم أبناء الأمة العربية والإسلامية. هناك عناصر مادية، هناك عناصر معنوية، هناك عناصر أو عنصر توظيف هذه الموارد المادية والمعنوية. إلى أي مدى تعتقد أن المقدسيين والعرب والمسلمين من خلفهم استطاعوا بالفعل أن يحققوا إنجازات ما على مستوى هذه العناصر، سواء توظيف الموارد الموجودة، العناصر المادية الموجودة أو المعنوية في مدينة القدس؟ نعم، هذا سؤال استراتيجي وكبير، وكبير جدا بحجم الجراح والألام والحسرة والمأساة، والإجابة عليه ينبغي أن تكون من القلب إلى القلب بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح وبمنتهى الصدق أيضا. نعم. نقول لكم إننا نخجل أمام العالم أجمع أن نتحدث عن تكوين أو كينونة أو صيرورة للعناصر الثلاث، الدعم المادي والمعنوي. أين الدعم المعنوي؟ الدعم المعنوي الذي كان أصلا مجرد كلمات من جامعة الدول العربية وغيرها، وكان هناك شعراء وكان هناك خطباء وفقهاء، كانوا الجميع يتحدثون مثلا عن عروس القدس، عروس عروبتنا، القدس خط أحمر، القدس زهرة المدائن. حتى هذه الكلمات هذه الأيام منوا بها على القدس فلم تعد تذكر. لا تجد أحدا في جامعة الدول العربية ولا غيرها يتحدث بصراحة عن هذا الموضوع. ثانيا، أنت تتحدث عن جانب مادي، فانظر للمنظمات الداعشية اليهودية كم جمعت. جمعت 17.4 مليار دولار، وهذا الحكي كان لغاية عام 2016 وهو مثبت ودقيق جدا، وهي الجمعيات جيش أمونيم، عطيرة كهوني، محدث ولا حرج عن 28 منظمة لأجل الهيكل المزعوم، هذا الصنم المعبود دون الله. هذا الرقم الفلكي من الأموال 17.4 مليار دولار مثبتة بوثائق، وتعلم عن ذلك جامعة الدول العربية. في المقابل يعني الأمر مضحك ومبكي في ذات الوقت، عاصمة الأمة العربية، عاصمة الأمة الإسلامية، عاصمة عربية تراها رأي العين من العواصم العربية المحيطة بها، ما الذي وصلها؟ بصدق ما الذي وصلها؟ نعم. يعني ثمن أقلام أو أوراق أو بعض المساعدة هنا وهناك، أمر مخجل بكل المقاييس، متواضع للغاية، ولا يرقى لمستوى منظمة يهودية واحدة في نيويورك أو في كندا. نعم. مع الأسف. أرجو أن تبقى معي دكتور جمال، سأعود إليك. أرحب الآن بضيفي من بيروت الأستاذ هشام يعقوب، رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية. مرحبا بك معنا أستاذ هشام. أهلا بكم، حياكم الله. يعني نحن قبل أن نتحدث عن المواقف تجاه المدينة وما يحصل فيها والقوى التي ستحدد أو تحدد الآن مستقبل هذه المدينة، سواء الاحتلال الصهيوني أم الأمريكان وكذلك الأنظمة العربية والإسلامية، دعنا نتحدث عن صاحب القرار وهو الشعب الفلسطيني ولا سيما الشعب المقدسي. نذكر في عام 2000 عندما اقتحم شارون المسجد الأقصى المبارك اندلعت انتفاضة كبيرة. صحيح أن هناك ظروف موضوعية كثيرة ساهمت في هذه الانتفاضة، ولكن كان هذا الحدث كفيلا بأن تندلع انتفاضة من أجله. الآن المدينة على صعيد الأرض والإنسان والعمران وكل ما فيها يتعرض لانتهاك يومي وعدوان يومي، لكن الحراك للأسف لا يرتقي لحجم هذه المأساة، لا فلسطينيا ولا عربيا ولا إسلاميا. فماذا ننتظر من العالم إذن؟ نعم، حياكم الله وتحياتي لكم وللدكتور جمال وللمشاهدين جميعا. الحقيقة أن الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين وتحديدا أهل القدس هم حجر الزاوية في هذه المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي. هم كما كانوا يقولون دائما الكبار، هم الخميرة، الخميرة التي تحرك الشعوب العربية والإسلامية وتلهم شعوب العالم للتضامن والتفاعل مع قضيتهم ودعم القضية الفلسطينية ودعم قضية القدس.
لا شك في أن الحراك الجماهيري والشعبي الفلسطيني إجمالا وفي القدس على وجه التحديد يحتاج إلى تقييم موضوعي. هناك محطات نجح فيها الفلسطينيون بدفع الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه إلى الوراء، ونتحدث هنا عن نماذج حقيقية صنعها الشعب الفلسطيني الأعزل، صنعها الشعب الفلسطيني بإمكانياته البسيطة. مسيرات العودة على وجه التحديد دفعت صفقة القرن إلى الوراء، هبة باب الرحمة في شهر شباط فبراير الفائت أيضا دفعت مشروع تقسيم المسجد الأقصى إلى الوراء. التفاعل الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس على مستوى العمليات وإن كانت ليست منتظمة إلا أنها أيضا أعطت انطباعا من الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يركع. هذه نماذج مشرقة يجب أن نسلط الضوء عليها ويجب أن ندعمها ويجب أن نطورها ويجب أن نحتضنها. في المقابل من الملاحظ نعم أن قدرة الصمود لدى الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس بدأت تتآكل شيئا فشيئا. ماكينة الاحتلال الإسرائيلي، الضغط الهائل من الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين، التهجير والاعتقال والقتل والتجريد والضرائب والإفقار وكل التهويد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي والتضييق في مدينة القدس، لا شك في أنه أدى إلى شيء من التآكل في منظومة المواجهة للاحتلال الإسرائيلي. وهذا الأمر أنا حقيقة لا أعتب على أهلنا في مدينة القدس، هم ضحية لهذا الكيان الغاصب، هم يحتاجون إلى من يدعمهم، هم لديهم الاستعداد الكامل للتضحية ولديهم الاستعداد الكامل لبذل الجهود، لكن يحتاجون إلى من يدعمهم. ولذلك أنا أقول ستأتي إن شاء الله اللحظة المناسبة التي تتكاتف فيها الشعوب العربية والإسلامية مع جهود الشعب الفلسطيني والمقدسيين على وجه التحديد. لكن السؤال أستاذ هشام، كيف تصنع هذه اللحظة؟ دعني أعود لضيفي في القدس ثم أعود لكم إن شاء الله. دكتور جمال، نحن نتحدث عن موقف فلسطيني للأسف، يعني نحن عندما نتحدث عن موقف الفلسطيني الرسمي أنت تعرفه جيدا وتستطيع أن تقيمه بشكل واضح، وحتى المستوى الفلسطيني الفصائلي أو الحركات على صعيد الحركات الفلسطينية المقاومة أيضا هناك مشكلة كبيرة، وهي الفصائل التي تقود الشعب الفلسطيني. لكن دعني أتوقف عند نقطة مهمة. نحن الآن عندما نتحدث عن الانتخابات الفلسطينية هناك حرص فلسطيني بلا شك أن تكون القدس ضمن المناطق الفلسطينية التي تدخل الانتخابات وتشارك في هذه العملية والانتخابات كمخرج من المأزق الفلسطيني الحالي. والسيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني قدم طلبا للاحتلال من أجل ذلك. هذا أمر مهم، ولكن أليس بالإمكان أن نقدم بين يدي القدس وما تعيشه من مخاطر كبرى حقيقية أشياء أخرى أكثر أهمية من موضوع الانتخابات؟ بلى وأكيد صحيح هذا الكلام، وكان بالإمكان أن لا يتقدم الرئيس الفلسطيني لا برسالة طلب ولا استجداء أو سميها ما شئت يعني للجانب الإسرائيلي للسماح له بإجراء انتخابات يفصلها الاحتلال كيف ما يشاء، يعني قد يسمح للمقدسيين بمغادرة المدينة مثلا إلى خارجها وهو غير مسؤول عنهم ويفعل ما يشاء، ينتخب في العزرية في أبو ديس، الصناديق تكون موجودة في رام الله في البير، يعني أمرا من هذا القبيل قد يوافق عليه الاحتلال، ولكنه طبعا بشروط مذلة. كان بالإمكان أن يسبق هذه المرحلة مرحلة لا يسمح فيها ولا يجوز قطعيا بتاتا لأي جهة فلسطينية أن تقدم أي طلب لدى الاحتلال. هذه القدس مدينة عربية، شاء من شاء وأبى من أبى، وكانت ممكن أن تكون هناك انتفاضة أو ما يشبه الانتفاضة في كما تذكرون في باب الأسباط عام 2017 في البوابات الحديدية، وأن يكون فيها القرار مقدسي بامتياز ومرهون بالشعوب، وأن يشكل القرار الفلسطيني الرسمي رافعة مع الشعب الفلسطيني في القدس، يعني هذه الرافعة الصلبة تربك حسابات الاحتلال وتفرض صناديق في الأحياء ويتم الانتخاب ولا تستطيع حتى دوريات الاحتلال الدخول للأحياء. كان ممكن أن يكون هناك موقفا فلسطينيا صلبا جدا، وصلابة هذا الموقف مرهونة بإرادة سياسية للأسف هي غير موجودة، بدلا من استجداء الاحتلال. أمرا صادما أن ننتظر طيلة هذه المدة جوابا من الاحتلال هل يوافق أو لا يوافق،
وأن يجلس الاحتلال يفصل كيف سوف تكون الانتخابات في القدس. هذا خط أحمر، هذه القدس عاصمة فلسطينية والانتخابات فيها شاء الاحتلال أمام الاحتلال، وعلى السلطة الفلسطينية أن تراجع حساباتها. لماذا أوهنت عزيمة المقاومة الشعبية في كل أرجاء فلسطين من البحر إلى النهر؟ هي أوهنتها هي تماما، هي تواطأت مع في التنسيق الأمني مع الاحتلال على الاعتقالات. وأنا أسأل السلطة الفلسطينية بالله عليكم، كيف تقبلون أن تعتقلوا شباب جامعة بيرزيت وفتيات بيرزيت؟ كيف تقبلون أبناء الجامعة يصبحوا أسرى؟ كيف تقبلون أبناء الجامعات الفلسطينية الأخرى أن يعتقلوا وأحرار فلسطين أن يعتقلوا؟ لماذا لا يكون رافعة لدعم المقدسين على فرض الانتخابات شاء الاحتلال أمامها في كل أحياء المدينة المقدسة بدون تقديم طلب للاحتلال؟ لماذا نحن نحترم أوسلو إلى هذا الحد والاحتلال قد داس عليها ويريد أخي الغوري الأردن ويمدد ويسمن المستوطنات الضفة الغربية ويذهب بعيدا في امتهان كرامة الشعب الفلسطيني؟ ويعني ما ذهب إليه الأستاذ هشام يعقوب كان صادقا وصحيحا 100%. نعم الاحتلال يعمل ليلا ونهارا على تآكل قدرة المقدسيين على مواجهة الاحتلال، لكن ليس من خلال التعامل مع المقدسيين بالعنف وبالإجرام فقط، لا، أيضا بمحاصرتهم فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا. نعم. هذا صحيح. أستاذ هشام، كنا تحدثنا قبل أن نذهب للدكتور جمال، كيف نصنع هذه اللحظة، لحظة النهوض وقيام الأمة العربية والإسلامية لنصرة القدس؟ لا شك أن هناك جهد عربي وإسلامي كبير جدا يبذل من أجل القدس، هناك جمعيات، هناك شخصيات، وهناك مؤسسات كثيرة تبذل، وحتى بعض الأنظمة الإسلامية تقف إلى جانب القدس وتدعم هذه القضية، ولكن يبدو ذلك خجلا أمام حجم الدعم المادي والمعنوي الصهيوني. الدكتور تحدث قبل قليل في الإجابة عن السؤال أن هناك 17.5 مليار دولار تجمع أو جمعت من أجل القدس من المنظمات اليهودية المتطرفة، وكلها منظمات متطرفة. نحن نتحدث عن مبالغ بأرقام كوكبية في مقابل بضعة نقود قد تصل وقد لا تصل للمنكوبين والذين يعيشون المأساة في المدينة المقدسة. نعم، نحن هنا نتحدث عن مشروع متكامل يفترض أن يتبنى من الأمة العربية والإسلامية، ويفترض أن يجمع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج عليه، مشروع مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشروع إنقاذ القدس. وحينما نبذل هذه الجهود غاية الوسع في هذه الجهود، لا ننظر بعد ذلك إلى هذه الأرقام الخيالية فعلا التي تصرف في القدس من أجل تهويدها ومن أجل التضييق على المقدسيين وتهجير المقدسيين. نحن أمة لا ننظر إلى هذه المعطيات إلا من حيث يعني الحسبة التي نقوم بها من حيث تقدير الموقف وعناصر القوة المالية وعناصر القوة الخشنة والناعمة وهكذا، لكن ربما لا نصل إلى حجم قوتهم من حيث المال، ولا حتى إلى حجم قوتهم من حيث القوة المادية، السلاح وغير ذلك. لا يعنينا ذلك، يعنينا أن نبذل الجهود الصادقة المخلصة وأن نوحد هذه الجهود، وعند ذلك أعتقد يمكن أن نصل إلى مرحلة نعم بداية هزيمة المشروع الصهيوني. هذا المشروع يحتاج إلى جهود على مستوى الشعوب العربية والإسلامية، وهي الأمل، والشعب الفلسطيني على رأس كل ذلك. الحكومات العربية والإسلامية أعتقد نحن اختبرناها كثيرا، لكن يفترض بنا أن لا نعمم. ربما نجد بعض الحكومات العربية والإسلامية تقدم بعض الدعم حسب إمكانياتها، لكن ليس كافيا، لا شك ليس كافيا، لكن الرهان على الشعوب العربية والإسلامية أن تمسك بزمام المبادرة، أن تقوم بهذه المبادرات، أن لا ترضخ للضغوط التي تتعرض لها هذه الشعوب اليوم من أجل استباحتها بالتطبيع، من أجل استباحة وعيها وذاكرتها ومبادئها وانتمائها إلى القدس. إذا صمدت هذه الشعوب في هذه المعركة ثم استجمعت قواها، يعني أنا أقول أستاذ يونس، الشعوب العربية والإسلامية حقيقة قبل
تقريبا 15 سنة مثلا أو 20 سنة، كانت لدينا تجارب في وحدة الأمة، تيارات الأمة المختلفة كانت تجتمع وتتآلف وتلتقي وتعقد المؤتمرات والملتقيات المفيدة التي تأتي بالأموال من أجل القدس، التي تعبر عن صوت وصرخة الشعوب العربية والإسلامية الصادقة. ولذلك أستاذ يونس، لا نستغرب أن نتنياهو خلال السنة الماضية 3 مرات يصرح ويقول نحن ليس لدينا مشكلة مع الحكومات العربية والإسلامية، لدينا مشكلة مع الرأي العام العربي والإسلامي، أي المجتمعات العربية والإسلامية، ويجب أن تبقى هذه المشكلة، بل أن تتوسع مشكلة الشعوب العربية والإسلامية مع الاحتلال، وأن نوسع آفاق المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. على ذكر الرأي العام، أبقى معك أستاذ هشام. طبقا للدراسات أو لدراسات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، قال أن هناك علاقة بين درجة التمسك بشرقي القدس لدى الرأي العام الإسرائيلي وبين زخم المقاومة للاحتلال، طبعا يعني بالسلب أو بالإيجاب. لذلك ما أهمية أن يكون هناك مقاومة، والمقاومة طبعا غير المقصود بها فقط المقاومة المسلحة، وإنما أيضا بكافة أشكال المقاومة، والرباط والصمود هو نوع من المقاومة في القدس المحتلة. نعم، الأرقام التي تتفضل بها وهذه الاستطلاعات التي تفيد أن المجتمع الاستيطاني الصهيوني اليوم صار أقل تمسكا من موضوع توحيد القدس. ربما الاستطلاعات هذه، حسب ما أذكر أنا اطلعت على هذا الاستطلاع، كانت تقول أنه منذ سنوات كان نسبة المستوطنين الذين يريدون القدس موحدة ولا يريدون أن يتنازلوا عن شرقي القدس حوالي 60%. اليوم تراجعت هذه النسبة إلى 40 أو 47%. بمعنى هذا المجتمع الإسرائيلي أو الاستيطاني أيضا تعرض لكي الوعي من المقاومة الفلسطينية ومن الشبان المقدسيين ومن المرابطين والمرابطات ورموز الدفاع عن القدس ورموز الدفاع عن القضية الفلسطينية وأبطال مسيرات العودة. هؤلاء كل هذه العناصر نعم فعلت فعلها بالوعي الإسرائيلي وأدت إلى كي الوعي، ودفعت الإسرائيليين للتراجع عن تمترسهم حول أو خلف قناعاتهم بأن القدس يجب أن تبقى موحدة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وباتوا اليوم أكثر واقعية وقناعة بأنه لابد من إجراء تنازل معين في شرقي القدس، لأنه لم يعد بالإمكان أن يواجهوا هذه العمليات الفلسطينية وهذا الغضب الفلسطيني والانتفاضات الفلسطينية التي تحصل بين الفينة والأخرى، هبة باب الرحمة العام هذا، هبة باب الأصباط 2015 في شهر 10، وهكذا هذه الهبات لا تتوقف والعمليات لا تتوقف. لذلك أنا أقول نحن نألم، ولكن أيضا هذا الكيان يتألم ويتراجع شيئا فشيئا ويفشل في فرض ما يريد على القدس. صحيح أنه قطع خطوات متقدمة وقطع شوطا كبيرا حقيقة باتجاه تهويد القدس، لا نقلل من هذه المخاطر، لكنه إلى الآن أنا أقول لم يستطع هذا الكيان أن يحول القدس كما يريد إلى عاصمة يهودية السكان والمعالم بشكل كامل كما يحلم، ولن يستطيع أظن، لم يستطع أن يترجم بشكل كامل قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، لكنه يعمل على ذلك على كل الأحوال. نعم، يعمل على ذلك ولا نقلل من الخطورة، لكنه لم يربح المعركة ونحن أيضا لم نربح المعركة، لكن نحن ما زلنا صامدين وهذا الاحتلال لم يستطع أن يحقق الهدف كما رسمه هو، رغم أنه خطأ خطوات جيدة حقيقة باتجاه تحقيق هذا الهدف. أرجو أن تبقى معي أستاذ هشام يعقوب من بيروت. دكتور جمال، للأسف الموقف العربي والإسلامي كما قلنا لا يرقى لمستوى المشكلة والمأساة التي تعيشها مدينة القدس، وكما قال أستاذ هشام نتنياهو يعني يتحدث عن النظام العربي الرسمي وهو يعني منشرح وسعيد جدا بما وصل إليه من حالة التطبيع، يعني وضامن المسألة بشكل كبير، لكن التحدي الأكبر أمام نتنياهو كان هو كيف يخترق الجماهير العربية أو الشعوب العربية والإسلامية، وهو ما لم ينجح به حتى الآن. السؤال الذي يطرح نفسه، نحن أمام واقع عربي وإسلامي بهذا الشكل، هل يمكن بالفعل إحداث اختراق واضح في الأمة العربية والإسلامية تجاه هذه المدينة؟ أين يكمن القصور دكتور؟ يعني هل الأمة العربية والإسلامية تعرف تماما ما يحصل من أجل القدس ولا تتحرك؟ هل ما حدث فيها من ثورات وحروب أهلية ومشكلات كبيرة جعلها تنشغل بها مثلا؟ نعم،
نعم أخي، يوم أن تشاهد يعني النظام العربي يحدث العالم بلسانه، وهذا ما حصل بيني وبين بعض وسائل الإعلام الأجنبية الألمانية والفرنسية عندما حدثتم باللغة يعني الفرنسية والألمانية عن واقع مدينة القدس، فصدموا تماما. نحن عادة نخاطب بعضنا باللغة العربية، والصهاينة يستطيعون تسويق الرؤية والرواية المصطنعة الكاذبة الفاشية العنصرية بكل لغات العالم. انظر إلى سفرائهم في العالم، سفرائهم سفير يقابل 22 سفير عربي، ويقابل 54 سفير إسلامي ل 54 دولة إسلامية، ويهزمهم جميعا ويمنع الحديث عن قدسية عظم يهودي لأنه هذا أعداء للسامية. أما الشعب الفلسطيني السامي، وبالمناسبة اليهود الفلسطيني ليسوا ساميين في معظمهم، على الأقل في معظمهم، لكن الشعب الفلسطيني السامي ينتهك تماما. وانظر مثلا من عجائب الزمان أن يتم اختيار فلسطين هذا العام، والإسرائيليين ينفخون في هذه الدعاية بأنها ثاني أكبر نظام فاسد في العالم. تخيل أنت المشهد. وأن من العجائب أيضا أن يذهب وفد إسرائيلي إلى دولة عربية ليعلمهم كيف يتم محاربة الفساد، دولة خليجية بالمناسبة. نعم. يعني هذه الدول التي تدعم. نعم. يعني أمر مضحك تماما. إذا نحن يا سيدي بكل صراحة وبكل وضوح ندرك كل المغزى وكل الهدف من أساليب الاحتلال وطرقه، لكن كما قال الأستاذ هشام، الذي يفوت في عضدك أن الجبهة اللي من وراءك مرة تتهم أنها فاسدة، مرة تتهم أنها يعني منشغلة في اتفاقية سيداو وتطبقها، يعني أنت بتشوف يعني قرار رئاسي الزواج مش تحت 18، قصص فارغة وتافهة تمس عقيدة الأمة. ولذلك أقول لك وبصدق، المقدسيون ما رفعوا ولن يرفعوا الراية البيضاء، وسيعلم الاحتلال أنه هو عليه أن يهزم وسوف يهزم، وأن المقدسيين سيثبتون على الأرض، لكن ليس بجبهة خائرة مثل هذه الأوضاع التي من ورائهم، سواء على المستوى الفلسطيني الرسمي أو العربي الرسمي أو الدولي الرسمي. هم لديهم أحبة في الشعب الفلسطيني، ولديهم أهل في الشعوب العربية العظيمة، ولديهم مرجعية إسلامية في الدول العربية والإسلامية، وبالتالي هم ليسوا خائفين، هم فقط يعني يرغبون في أن تقوم السلطة بواجبها المقدس كما أنت أشرت، كأن تقوم بأداء يعني بأداء يعني مسؤول اتجاه القدس كعاصمة، وليس أيها الإسرائيليين يعني هذه اتفاقية أوسلو بتسمح الناس القدس على الوضع النهائي، تسمحون أن ننتخب أم لا؟ ليس هكذا تدار الأمور يا سيدي. هناك فرصة ذهبية لأن نقول أوسلو ماتت وانتهت. نعم. وتنسحب السلطة من هذا الموضوع كلية، ولتموت أوسلو ولتذهب إلى الجحيم. نعم. نعم. أرجو أن تبقى معي يا دكتور. أستاذ هشام، نحن إلى جانب ذلك نتحدث عن ما يمكن تقديمه أو ما هو المطلوب من الأمة العربية والإسلامية من أجل القدس. يعني نحن نقدر أن الأمة أصيبت بنكبات كبيرة في الآونة الأخيرة، هناك انشغالات عربية أيضا وحروب أهلية في أكثر من دولة، وأعان الله أبناء الأمة العربية والإسلامية في كل مكان، ولكن هناك قضية مركزية جوهرية يجب إعادة البوصلة وتوجيهها باتجاه هذه المدينة المقدسة. ما المطلوب من أجل ذلك؟ نعم، المطلوب أعتقد أنه ليس صعبا حقيقة، ليس صعبا كثيرا. إذا تخيلنا أن المطلوب هو 17 مليار دولار التي يعني تقدمها الجمعيات الاستيطانية وأننا سننافسها في ذلك، سنتخيل أن المسألة صعبة. صدقني أنا أرى أن المطلوب بشكل بسيط هو أن تكون القدس حاضرة في أجندات هذه الأمة، في مدارسها، في جامعاتها، في مؤسساتها، في هيئاتها، في أحيائها، في ثقافتها العامة. أنا أريد أن أعطيك مثلا بسيطا، انظر إلى الجزائر سيدي الكريم. الجزائر اليوم الجزائريون يخرجون بمطالب خاصة بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لكل شعوبنا وأمتنا. كيف يشعر الشعب الفلسطيني وأهل القدس على وجه التحديد بهذه الروح المعنوية حينما ينظرون إلى العلم الفلسطيني مرفوعا في هذه الساحات؟ كيف ينظرون إلى رئيس إحدى الدول العربية
تونس على وجه التحديد حينما فاز هذا الرئيس وقال بعض الكلمات دعما للقضية الفلسطينية وضد التطبيع. كيف الأهازيج والأغاني والروح المعنوية المتوقدة في الشعب الفلسطيني يا سيد الكريم إن هي إلا بضع كلمات وتعبئة كانت إن كانت موجودة في شعوبنا؟ معنى ذلك أن القضية حاضرة. حينما تكون القضية حاضرة هنا المسألة، ستبدأ المبادرات، سيبدأ الإبداع، سيبدأ الابتكار في المجال الإعلامي وفي المجال القانوني وفي المجال المالي وفي المجال السياسي وفي المجال الجماهيري وفي المجال الشبابي والنسائي والثقافي، وحدث ولا حرج. المهم أن تكون القضية حاضرة، أن لا تغيب القضية. نحن على سبيل المثال أيضا في تونس وهنا في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية اتخذ وزير التربية والتعليم قرارا مشكورا بأن يتحدث عن القضية الفلسطينية وقضية القدس في المدارس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهكذا فعلوا في تونس. شعر الشعب الفلسطيني بأنها خطوة مهمة ورائعة. صدقني نحن لا ننتظر فقط الأموال، ننتظر الحاضنة، ننتظر الظهير يا سيدي الكريم. 2014 حينما كان يعتدى على غزة كانت الآلاف التي تهدر حناجرها في الشوارع هي الضاغط الأساسي على الاحتلال الإسرائيلي شعبيا، أتحدث من أجل أن يتراجع، وكانت هذه التظاهرات في كل أنحاء العالم وأيضا في البلدان العربية والإسلامية. لا نستهين بهذه الشعوب إذا كانت القدس حاضرة في وعيها وفي عملها وفي أجندتها. مثلا نقابة المهندسين في الأردن يقومون بحملات رائعة. أنا أريد من نقابات المهندسين والأطباء والمعلمين والروابط الشبابية والطلابية والنسوية وهكذا، هذه الشرائح المختلفة لا نريد منها إلا أن تكون القدس حاضرة على أجندتها، وبعد ذلك ستتفتق المبادرات المختلفة على قدر إمكانياتهم. نحن لا نطالب شعوبنا وأمتنا بأكثر مما يستطيعون، يكفي أن يقفوا معنا بما يستطيعون ولا أكثر. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ هشام. دكتور جمال، في الختام معكم، هل يمكن أن تصبح هذه القرارات الأمريكية الأخيرة سواء باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال أو نقل السفارة إلى هناك وقرارات كثيرة طبعا متعلقة بضم الأغوار وغيرها، هل يمكن أن تصبح وقائع على الأرض؟ هل يمكن أن يمررها الاحتلال ولا سيما أنه يعمل بسياسة هادئة ويعني تأخذ بعد التدرج في تطبيق هذه القرارات، وخاصة أنه لا يريد أن يصطدم بالشعب المقدسي على وجه الخصوص وقد جربه عام 2017 وفي أكثر من محطة؟ لا يمكن لأي إجراء أمريكي أو إسرائيلي أو صهيوني أو سميه ما شئت أن يكون حقيقة على الأرض قبل أن يكون حقيقة في قلوب البعض. لا يمكن لوكر لما يسمى سفارة، وما هي بسفارة بالمناسبة، حتى أن اليهود الذين يحيطون بها على جبل المكبر وهو جبل فلسطيني عزيز كبر من فوقه عمر بن الخطاب، حتى أنهم يعترضون عليها، لا يمكن لها أن تكون ذات قيمة وذات مصداقية ما لم يتم البصم، هذا تعبير فلسطيني، الختم الفلسطيني الرسمي عليها والقبول بها وقبول الرشوة لأجل تثبيت ديفيد فريدمان هذا الإرهابي الذي يغوص في أعماق القدس في أعماق الكرامة العربية والإسلامية ويضرب هو وزوجة نتنياهو بالمعول، ألم تشاهد ذلك؟ نعم. ويقول فوق الأرض لوسائل الإعلام هذا يوم عظيم لإسرائيل وأمريكا. تخيل أمريكا اللي نشأت على تلال من الجماجم وقتلت 51 مليون هندي أحمر يعني ومبارح نشأت 500 سنة عمر أمريكا، يضرب في أعماق أرض عمرها 4000 عام، هذه أنفاق جيروسالم ووتر سيستم نظام القدس المائي اللي وضعه اليابوسيين الكنعانيين قبل 4000 سنة، يجي فريدمان يفعل ذلك؟ لقد فعل، لكن مهما فعل هو وسفارته واللي خلفوه ليس لهم قيمة إذا كان هناك رفضا وليس قبول الرشوات. اليوم تحديدا اليوم أمريكا الكونغرس غير الكونغرس مجلس الشيوخ يقرون 150 مليون دولار للأجهزة الأمنية الفلسطينية، لماذا والله؟ لماذا الأجهزة الأمنية؟ لماذا؟ يعني بعضها لمشاريع كما قالوا، لكن بشكل أساسي للأجهزة الأمنية. إذن إن هناك أمرا فيه رشوة، الشعب الفلسطيني واعي وذكي جدا، والسلطة مطلوب منها الآن أن
أن تتحلل من هذه الأغلال الأمريكية، حتى لا يصبح هناك قيمة لا للسفارة ولا لفريدمان ولا لأفعال الأمريكان. وبالتالي نقول لكم اطمئنوا، طالما أن هذا الشعب الفلسطيني يجد من ورائه شعبا كالشعب الجزائري والشعب التونسي، ويعني هذه المعنويات العالية في الشعوب العربية التي ستهبط إلى الميادين يوما من الأيام وستحاصر السفارات الأمريكية في عمان وفي دمشق وفي بيروت وفي بغداد وفي تونس وفي الجزائر، فاعلموا يقينا أن لحظة إذن ستستفيق القاهرة من غفوتها، واعلموا لحظة إذن أن الأمريكان رأس الأفعى سوف يضغطون على ذيل الأفعى ويقول لهم كفى إنف. يعني هذه مسألة وقت وهي قادمة بإذن الله. هنا من هنا المعنويات، ومن هنا تنطلق الشرارة. القدس صاعق الأمة للسلام وصاعق الأمة للحرب. اسمح لي أشكرك جزيلا دكتور جمال، وفقكم الله وحفظكم ذخرا لأبناء الأمة العربية والإسلامية، وأنتم رأس الحربة في الحقيقة في مواجهة المشروع الصهيوني في القدس المحتلة، بهذا الوعي والثقافة وهذا العمل الميداني المقدسي الرفيع. شكرا لك دكتور جمال عمر، الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون المقدسية. واسمح لي بسؤال أخير معك أستاذ هشام، يعني بالنسبة لمسألة الوقائع، هل يمكن أن تكون فعلا على أرض الواقع أم لا هذه القرارات؟ عفوا، المسألة يعني بصراحة يعني واضحة تاريخيا، هناك سياقات تاريخية مهمة. يعني في كامب ديفيد 2 عندما طرحوا على ياسر عرفات رحمه الله العديد من الاقتراحات المتعلقة بمدينة القدس رفضها، وقامت الانتفاضة الثانية وتغيرت الوقائع، ولم تصبح هذه الاقتراحات التي كانت ربما ستصبح واقعا لولا إرادة الشعب الفلسطيني. إذن الشعب الفلسطيني قادر على كسر كثير من القرارات. صحيح، ولذلك أنا متفائل وأقول بالعكس، نحن نستطيع أن نحول هذا الظلم الأمريكي والغطرسة الإسرائيلية الآن التمادي فيها، يمكن أن نحول هذه المرحلة وهذه اللحظة التاريخية بالذات إلى مرحلة إلى لحظة انتصار. علينا أن ندرك الإشكاليات في داخل الكيان الإسرائيلي، الإشكاليات الداخلية الآن، وأيضا الإشكاليات الداخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وما يعانيه ترامب اليوم وملاحقته ومساءلته ومحاولة عزله. إذا نحن اليوم في مرحلة يمكن أن نشن هجوما على هذه الصفقات وعلى هذه المؤامرات وعلى هذه القرارات الأمريكية والإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية وندفعها إلى الخلف. إحنا الحقيقة يعني لو كان هناك جدية لدى الحكومات العربية والإسلامية، صدقني لسجلنا انتصارا باهرا في هذه اللحظة التي يعيش فيها الاحتلال الإسرائيلي لحظة من أسوأ لحظاته التاريخية السياسية، وهذا معروف لدى الجميع. اليوم نحن على أبواب انتخابات إسرائيلية ثالثة، يفشل هذا الكيان في تشكيل حكومة، وكذلك الأمر داخل البيت الأمريكي. إذا أنا أقول لنستجمع قوانا، وبإمكاننا أن نكسر هذه القرارات، وصفقة القرن وما يشابهها ليست قدرا محتوما علينا، بل يمكن أن نفشل هذه القرارات وهذه الصفقات. أشكرك جزيلا أستاذ هشام يعقوب، رئيس قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بيروت. ومباشرة ننتقل بكم إلى زهرة المدائن، واليوم يتحدث صاحب هذا المطعم السياحي، طبعا كان المكان مكانا متروكا لسنوات طويلة ولكن قام بإعادة ترميمه مرة أخرى وأصبح مطعما يستقبل المقدسيين. فلنتابع ماذا قال هذا الرجل. كان هذا مع الوالد له 80 عام واستأجره من عائلة الأنصاري. قعدت أشتغل في المكان هذا 30 سنة، مش أشتغل وأبيع وأشتري طبعا، أنا أفضي تراب. كنت كل يوم أعبي لي 50 كيس 70 كيس 80 كيس أعبي، 30 عام وأنا أشتغل فيه. لحديت قبل 7 سنوات أو 8 سنوات خلينا نحكي بالتحديد، أجل سلطة الآثار الإسرائيلية وقفوني يوم عليهم، دفعونا غرامة، ادعوا انه هذه آثار إسرائيلية، سمحونا نشتغل بشرط واحد، انه يكونوا موجودين بإشرافهم طبعا، مش بإشرافهم يشتغلوا معنا، لا، كانت سلطة الآثار موجودة هون بشكل يومي
كل يوم كل يوم والله كانوا ياخذوا، اول فتره كانوا ياخذوا 960 شيكل، الفتره الثانيه كانوا ياخذوا كل يوم 1060 شيكل. لما محلات بالقدس بتفتح طول النهار، بتفتح 14 ساعه و16 ساعه، اكثر محل ببيعش ب 200 شيكل. لما بتيجي الضريبه بتفرض عليك مبالغ خياليه. يعني انا من الناس اللي علي كهرباء، ضريبه، ارنونه، علي مي، علي 60,000 مصروف. هيا وين ما اروح وين ما اجي همومي بعيد عنك. هيا 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 تفضل، شو بدي اعدلك؟ لاعدلك كل شهر عندي لازم ادفع 7,016 شيكل. من وين بيجي؟ والله ما بعرف. حاره الشرف اللي هم بيدعوا انها حاره اليهود تبعد امطار عنا. اليهود شاطرين، بيجي بقول لهم بدي اسكر محلي. ليش بدك تسكر محلك؟ علي ضريبه وعلي كهرباء وعلي ارنونه، شوفي قديش المبالغ عليك. بورجيهم الفواتير، بياخذوا الفواتير بيدفعوا لي اياها، بيعبوا له بضاعه. والله واحد يهودي حكى لي اياها، عبوا له محله ودفعوا عنه كهرباء ومي وارنونه وضريبه وكل شيء، قال لي اعطوني بجيبتي 50,000 شيكل. اجوني قبل سبعه، يمكن قبل 8 سنوات او 9 سنوات، عرضوا علينا مبلغ 24 مليون دولار. السلطات الإسرائيلية طبعاً هي اللي هي متمثلة بعطيرة كهنيم وجمعيات كتير يعني. في آخر فترة أجوني برمضان هذا قال لي كنا عارضين عليك 24 مليون دولار، هلأ بدي أعطيك 30 مليون دولار بشنطة. واحد بنعرض عليه 30 مليون دولار بده شو؟ قلت له ما بديش أبيع. فالإغراءات اللي بتجيني بشبه يومي. في يوم صار نقاش بيني وبين اولادي، احتد النقاش. قال لي يابا انت عمالك متعلق بالمحل اكثر منا. قلت له يابا انتوا بكره بتموتوا يا انا بموت، مش راح نضل بعضينا. هذا محل باين، هذا محل بيحكي عن 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 الاسلام، بيحكي عن التراث الاسلامي، بيحكي عن التراث، عن التراث الفلسطيني. احنا هون متمسكين، والله الحجر بيحكي. الكلمات بتغني. نفسي كل أهل القدس يكونوا يدية واحدة، ما ضل لنا إشي إلا شوية قرابة. والآن إلى ذاكرة فلسطين، والحديث اليوم عن اجتياح لبنان عام 82 و900 ألف. إلى هناك. كانت إسرائيل قلقة بشأن تجمع قوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فشرعت في شن العديد من الهجمات المتتالية على جنوب لبنان. الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، في ظل انشغال العالم بالحرب العراقية الإيرانية، قررت إسرائيل القيام بعملية حاسمة في جنوب لبنان لضرب المقاومة الفلسطينية المسلحة في عمقها. بدأ السلاح الجوي والمدفعي الإسرائيلي قصف مدينة صيدا والقرى المجاورة في 5 يونيو قصفاً عنيفاً، ثم دخلت الأراضي اللبنانية في اليوم التالي لهذا القصف، حيث اجتازت 7,000 جندي من الأمم المتحدة بكل سهولة. واجهت إسرائيل مقاومة عنيفة من قبل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومن قبل القوات السورية، إلا أن التفوق العسكري الإسرائيلي سرعان ما أتى بنتائجه،
فبدأت معاقل منظمة التحرير الفلسطينية تسقط واحدة تلو الأخرى بعد أن سقطت قلعة الشقيف الاستراتيجية وتسلمها سعد حداد قائد جيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل. تمكنت إسرائيل من السيطرة على ثلث الأراضي اللبنانية في 5 أيام فقط، ثم تقدمت نحو بيروت التي انسحب إليها 11,000 مقاتل فلسطيني بقيادة ياسر عرفات، وفرضت الحصار عليها ومنعت دخول المواد الغذائية والماء وسط قصف مستمر. تحت هذه الظروف العصيبة أعلن ياسر عرفات من مقره في بيروت تخلي المنظمة عن الجهاد المسلح واتجاهها للعمل السياسي، إلا أن إسرائيل اشترطت خروج جميع المسلحين من لبنان. في 21 أغسطس وافقت منظمة التحرير على الانسحاب من لبنان بشرط أن تضمن الولايات المتحدة سلامتها وبإشراف من قوات دولية، وبذلك انتهى الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، بينما استمر الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لعدة سنوات. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.